السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمين بن علي. اليوم باش نحضر معكم مرقة الكرافس بطلب من بنتي الغالية ليلي، متتبعة غالية وعزيزة عليا في القناة، حبيت نلبي لها طلبها. إن شاء الله تعجبها وتعجب بقية العائلة المكبرة القناة يمين بن علي. نشوفوا مع بعض مقادير مرقة الكرافس. عندي المكون الأساسي اللي هو كرافس. تبدا اغصان غليظه كيف هكا، ولكن ما عندكش الاغصان الغليظه هذه تشري الكرافس تنحي منها العرشه، تخلي كان الاغصان نتاعها وتنحي العروش. عندي مغرفه ناقصه شويه دهن سمن، عندي راس متوسط بصل، عندي 100 غرام لوبيا بيضة. اللوبيا نفختها قبل بليله في الماء والصباح غسلتها مليح وخليتها تطيب لين تبخر الماء نتاعها الكله وطابت الكعبه نتاعها. عندي 250 غرام لحم خروف، عندي بيضه. بالنسبه للفاحات ولا البهارات نتاع مرقه الكرافس، عندي شويه فلفل اكحل، شويه ملح، شويه كركم، وشويه فلفل احمر. عندي مغرفه عصير الليمون، عندي مغرفه صغيره تابل وكروي، عندي زيت عادي وزيت زيتون. نتعدى تو مرحله التحضير. تو حطيت الكسرونه باش نطيب فيها على النار تسخن، ونحطوا قدر 3 مغارف زيت عادي. نزيد نحط البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحرك شويه البصل والزيت ونخليه يتقلى لين يتبدل اللون نتاعو. نزيدوه اللحم تاو. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق اللحم نحطوا شوية فلفل أكحل ونحطوا شوية ملح باش يتقلوهم مالحين، وفيهم شوية فلفل أكحل. اللحم بسم الله الرحمن الرحيم. نحركوا شوية. اللحم شويه تو نزيدو شويه الفلفل الاحمر وشويه الكركم، شويه الكركم وشويه التابلو كرويه. يبدا عندنا ماء سخون بحذانا، نخلو الفلفل الاحمر يتقلى باش يعطي نكهه للحم، ما نخافوش عليه ما يتحرقش، نقصنا النار. خلوه يتقلى شويه على الجهتين مع الفلفل الاحمر مع الكركم. تو تقلى شويه. تو عندي ماء سخون قدر نص فيتره، نحط نصبو باش نمرق بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. توا المرق بدا يغلى، نقص عليه النار ونغطيه ونخليه يطيب سله سله، يعني يطيب على نار خفيفه. اللحم توا محسوب طاب. توا نزيد الكرافس قصيتها رقيقه، نزيد اللوبيا نحركوهم شوي كيف هكا. هو الغليان يرجع ونخليهم على نار هاديه 15 دقيقه. المرقه تاع الكرافس نتاعنا حاضره. تو نحي شويه اللحم على الشيره، نتاكدوا منهم انهم طيبين، ما ديجاهم تفصلوا اللحمه على العظم. خرجت اللحمات في صحن صغير. عندي البيضه وعندي شويه فلفل اكحل خليتهم من الاول، وعندي مغرفه عصير الليمون نحركها مليح. بسم الله الرحمن الرحيم. مرقة الكرافس في العادة تجي من شيء، تجي بيضة ولا بيضتين، هي وكبر العيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط توا البيضة ونحط قيمة الدهن اللي هو السمن، نحرك مليح. هذه مرقة الكرافس تجي من شيء، وبالنسبة للبيض اختياري، الوصفة الرسمية فيها البيض، ذاك علاش عملت لكم هنا الوصفة الأصلية التونسية. مرقة الكرافس تجي من شيء بالبيض ومعها شوية دهن. وريت لكم الزيت زيتونه من الاول، اللي ما تحبش الدهان تعمل يعني مغرفه اكل زيت زيتونه في الاخر. نطفو عليها النار. بعدها تو على النار قدموها وهي تبدا ساخنه. مرقه الكرافس نتاعنا حضرت. الوصفه هذه نهداها لبنتي ليلي من الجزائر الشقيق، ان شاء الله تعجبها وتنال رضاها. الى اللقاء في وصفه قادمه عن قريب. دمتم في امان الله وحفظه. الى اللقاء.